فالسلفية هي طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه رضي الله عنهم، اتباع الكتاب والسنة. قال: وروى يزيد بن هارون عن عبد الملك بن قدامة عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيأتي على الناس زمان سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه ينطق في أمر العامة. كذلك يأتي زمان خداع يخون فيه الأمين ويؤتمن فيه الخائن. وذلك لغلبة الهوى وغلبة قلة الدين، فالأمين الذي يقول الحق يخون، يقول: هذا ما يصلح له، هذا ما يصلح ولا يحسن ويكذب، إلى غير ذلك. الآن ترون ماذا يقول الصحفيون في أهل العلم، حتى تناولوا العلماء الأموات يتكلمون فيه ويتهمونه ويعظمون من شأن الجهال، وأنهم مفكرون وأنهم هم اللي يدركون الأمور، وأما هؤلاء مغفلون ولا يدركون الأمور ولا يفهمون فقه الواقع. هذه ظهرت الآن، فقه الواقع ما يفهمون العلماء، ما يفهمون فقه الواقع، ما يفهمه المفكرون والكتاب والقراء، هم اللي يفهمون فقه الواقع. هذه ظاهرة الآن لا تخفاكم، خونوا الأمين ويؤتمن الخائن، وتتكلم الرويبضة. الرويبضة تصير رابضة، مثل الرابضة من الغنم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه تكلم في الأمور العامة، الأمور العامة تسند إلى أهل العلم وأهل الإدراك، إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، الأمر هم العلماء. وكذلك الولاة الذين العلماء يتولون أمور العلم، والولاة يتولون أمور السياسة، يتولون أمور السياسة والتدبير، لا هم الذين يسند إليهم الأمر، العلماء والأمراء، علماء يسند إليهم أمر العلم والفتوى، والأمراء والساسة يسند إليهم أمور السياسة، لأنهم أدرى بها وأعرف. يجي ناس ما هم شيء، لا هم من العلماء ولا من ولاة الأمور، ولا هم معروفون وليسوا معروفين، ويتكلمون في قضايا الناس العامة، إذا حدثت نازلة تبادروا في تحليلها وبيان حكمها، وهم ليسوا بشيء. هذا واضح الآن، الآن واضح يتولون الكلام في الأمور العامة والقضايا النازلة، تولى الكلام فيها من ليس من أهلها، تضيع الأمور في هذه الطريقة. الأمور العامة والقضايا العامة دي تسند
إلى الجهات المختصة من أهل العلم وأهل السياسة، ولا يتناولها أفراد الناس، ما يتولاها أفراد الناس يتكلمون فيها. وهذا شيء ظاهر الآن من الرويبضات كثير يتكلمون بأمور عظيمة، أمور ما لو حدثت في عهد عمر لجمع المهاجرين والأنصار لها. الحين على طول أي واحد يبت فيها ويتكلم فيها ويفتي فيها، هذا ضياع ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.